السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البرد الصناعي الخاص بينا، وإزاي إن أنا أقدر أحط البرد الصناعي في المكان اللي أنا عايز أشغله فيه. بداية، البرد الصناعي ممكن أشغله بالطريقة التقليدية العادية اللي هي تيجي بالشكل ده، عن طريق إن إحنا بنحط البرد الصناعي بتاعنا فوق السقف أو على جوانب المبنى اللي إحنا هنشغله فيه، وبنوصل المبرد الصناعي بتاعنا بأنابيب التهوية بالشكل ده، والهواء بيخرج عن طريق الفتحات دي. ده هو الشكل الطبيعي او الديزاين الطبيعي اللي احنا بنستخدمه عشان نشغل المبرد الصناعي. وطبعا ساعتها بنتحكم في المبرد الصناعي بتاعنا عن طريق اللوحة دي. ولكن في بعض الاحيان المساحة ما بتكونش كبيرة قوي، والموضوع مش مستاهل ان انت تحط انابيب تهوية، او ان انت تحط المبرد الصحراوي فوق السقف، او ان انت تبذل مجهود عشان تشغل المبرد الصحراوي بتاعك. المكان مش كبير ومش محتاج التكلفة دي، فانت بتلجأ الى المبرد الصناعي المترقب. طبعا البرد ده سهل جدا يتنقل معاك، يعني مش صعب، بحيث ان انت تشغله في المكان اللي انت عايزه فيه بصورة مريحة ومرنة معاك، تحطه في اي حتة زي ما انت عايز. كمان بيتميز ان هو يبقى سهل التنظيف، سهل الاستخدام، سهل المتابعة، سهل لو عايز تغير الواح التبريد بتاعته، بيبقى الموضوع كله اسهل بكتير جدا من لو ان هو اتحط فوق السقف. طبعا هو ساعتها بيجي بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده، وبين الهواء بيخرج عن طريق الانابيب دي بالشكل ده، وطبعا بيوزع الهواء في المكان عن طريق الريال دي، بتتحكم في خروج الرياح زي ما حضراتكم شايفين. شكرا جدا لحضراتكم، ولو في عندكم اي استفسار او حاجه ممكن تسيبوا لنا في الكومنتات، او تبعتوا لنا على رقمنا على الواتساب، او ترسلونا على ايميل. من فضلكم لايك كومنت وشير. شكرا جدا لحضراتكم.